aqui, os caras mais aqui, galera. Calma. التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في تواصل انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم. يسير شوطنا أيضا الثامن الخاص بمنافسة الإبكار الإذاع، نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا من تأتي على مقدمة هذا الشوط والبداية، تتقدم هنا ضجة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، ينطلق على مقدمة هذا الشوط والبداية الأولى، بينما القدوم على مستوى المركز الثاني. من تتقدم في هذه اللحظات؟ هذه هي الجذابة، سعد بن حسن بن سعدون الشمري يتقدم على ثاني المراكز، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثالث أو تابع الوصول من بهجة، علي بن سالم بن سعيد المسافري يتقدم على مستوى المركز الثالث. أما أشوف الوصول على المركز الرابع في هذه اللحظات، هذه هي دهة بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاح، يتقدم على مستوى المركز الرابع، بينما انتقل إلى المركز الخامس. من اللي وصلت في هذه اللحظات؟ هذه هي نجلة، نجلة اللي تقدمت، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي وصل مع نجلة، أول ندالة بالفعل في هذه المسيرة الصباحية الجميلة. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، أتممنا لحضراتكم هذه الأسماء العملاقة والخطيرة. الله، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى المركز الأول اللي سيطرت على زمام الأمور وانطلقت على البداية. هذه هي الجذابة، الجذابة هي المسيطرة على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، ضيفتنا من المملكة العربية السعودية ومن أيضا من ميدان حايل، تتقدم على الصدارة الأولى. سعد بن حسن بن سعدون الشمري هنا يتقدم مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى، بينما في المركز الثاني هذه هي ضجة، ضجة قادمة بشعارها الضجيج الذي يسوي البلبلة دائما. يتقدم ناصر بن مصبح بن علي الشامسي، يقدم لنا ضجة في المركز الثاني تحت المركز الوصافة، بينما في المركز الثالث الله، نجلة، نجلة مع عملاق السمحة يصل في المركز الثالث. سعيد بن مطر الرميثي يقدم لنا نجلة، نجلة من تحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع من هي اللي وصلت وتقدمت في هذه اللحظات؟ هذه هي دهة لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي شاعر الغمة الجرية، تواجد في المركز الرابع، بينما في المركز الخامس من تتقدم؟ هذه هي بهجة لعلي بن سالم بن سعيد المسافري، العمالقة التقوا، التقوا العمالقة في الكيل والمتر الأخير، ولكن 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 انطلقت، انطلقت 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 على البداية هذه الجذابة، سلالة الجذاب اللي تتواجد على الصدارة على المركز الأول. سعد بن حسن السعدون الشمري، يلا هالحايل يطالبونك بالسلامات، ولكن وصلك العملاق، وصلك بن مطر الرميثي مع نجلة، نجلة نجلة سعيد بن مطر الرميثي، ولكن
الفن، شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت عجايب. خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري وصلوا في الامتار الاخيرة، في الامتار الحساسة السلامات بدأت تحير بين اين اتجاهها، ولكن بدأت تتضح الى هالي منازف، الى هالي المسعودي. سلام سلام عليكم يا اهل مدينة العين، بالتخصيص الى هالي ميدان ابو سمرة. هذه هي عجايب لخلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري، تنتزع ناموسي هذا الشوط، بينما نجلة من احتلت المركز الثاني لسعيد بن مطر الرميثي، والمركز الثالث المركز الثالث سليمانية وصلت لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. أما في المركز الرابع وصلت في الجذابة لسعد بن حزن بن سعدون الشمري، بينما في المركز الخامس كان الدخول أيضا على المركز الخامس في المركز الخامس كان الوصول من بهجة لعلي بن سالم بن سعيد المسافري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، وتهنيتنا والناموس إلى مالكي أيضا عجايب خلفان بن محمد بن خصيب الظاهري الذي انتزع ناموسي هذا الشوط ليهدي أهالي أبو سمرة هذا الفوز والانتصار. تهانينا لأبو علي على اختطافه لناموسي هذا الشوط.